كل سنه وانتم طيبين. النهارده اجازه، اجازه يوم عشان يوم السبت، لكن ايضا اجازه علشان ثوره 23 يوليو. هذا ده العيد المصري، يعني اليوم الوطني المصري هو ثوره 23 يوليو. 70 سنه، 70 سنة مرت على ثورة يوليو، نقطة مهمة في تاريخ مصر. بعد مرور هذه السنوات اختلفت حولها الآراء، في ناس بتراها نقطة مهمة، ناس بتراها أنها كانت يعني فيها مشاكل وأخطاء، لكنها بالتأكيد كانت بداية الخلاص من الاستعمار البريطاني الذي جثم على بلادنا لعقود طويلة، بداية الاستقلال الوطني، تأميم القناة. فتحية لكل الضباط الأحرار، تحية للزعيم جمال عبد الناصر ورفاقه من الضباط الأحرار وكل من يعني قدموا أرواحهم من أجل تحرير الوطن. خلونا نسمع جزء أو مقطع مما قاله الرئيس النهاردة في ذكرى ثورة يوليو. تحل اليوم الذكرى 70 لثورة 23 يوليو المجيدة، وليسطر التاريخ نموذجا للعلاقة بين الشعب وجيشه، اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة. إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبي عظيم وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها. فتحية تقدير واعتزاز خلال هذه الذكرى العطرة إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرا جديدا، وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب. شعب مصر العظيم، إنني على يقين من قوة عزيمتنا معا في الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة في الطريق الذي اخترناه جميعا من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع، جمهورية تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا، وبناء إنسان ومجتمع متطور تسده قيم إنسانية رفيعة.